أهلا وسهلا. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في جلسة الأسبوع إلى قرب مستويات 106 كأعلى مستوى في 3 أشهر مع شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول، واللي ترجمتها الأسواق على أنها تشددية وتعطي إمكانية رفع الفائدة بشكل أكبر مما كانت تتوقع الأسواق. وبما يخص اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، فقرر بنك أستراليا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستويات 3.6%، ولم يعطي البنك إشارات إلى أن دورة تجديد السياسة النقدية قد انتهت، بينما بنك كندا قد ترك الفائدة دون تغيير عند مستويات 4.5% بعد 9 عمليات رفع فائدة. وأشار البنك أنه لو جاءت الأرقام الاقتصادية في حال تحتاج تدخل من بنك كندا مرة أخرى، فإن البنك سيعود لعمليات رفع الفائدة. بينما كان تقرير الوظائف الأمريكي هو الأهم في جلسة الأسبوع الحالي، بينما تنتظر الأسواق عدد مهم من البيانات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق في جلسة الأسبوع القادم، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتابع الأسواق قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، قراءة التضخم، حيث أن المتوقع أن يتباطأ التضخم الرئيسي إلى مستويات 6.2%، بينما قد يستقر التضخم الأساسي عند مستويات 5.6%. فأي أرقام أعلى من المتوقع قد تعطي الأسواق حافز للتوقع بأن عمليات رفع الفائدة بشكل أكبر من أمريكا ستستمر لفترة زمنية أطول. كما ستتابع الأسواق قراءة مؤشر المنتجين ومبيعات التجزئة للوقوف على حالة الإنفاق في البلاد مع عمليات رفع الفائدة. أما من أوروبا فسيكون قرار بنك أوروبا حول رفع سعر الفائدة هو الأهم، حيث من المتوقع أن يرفع بنك أوروبا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المهم متابعة نبرة كريستين لاغارد حول قرار الفائد القادم، فأي نبرة تشددية قد تعطي التداولات إيجابية لليورو في جلسة الأسبوع القادم. ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم. نبدأ مع تداولات الذهب. الذهب يتداول عند مستويات المقاومة 1858، كنا قد تحدثنا سابقا عن مستويات 1810 إلى مستويات 1800 على أنها دعم قوي جدا. لاحظنا ارتفاعات جيدة من مستويات 1810 وصولا نحو مستويات المقاومة 1858. إمكانية استمرار الارتفاعات واردة بالنسبة لتداولات الذهب في حال اختراق المستويات 1858 بشمعة 4 ساعات، الارتفاعات الى مستويات 1869 ثم مستويات 1885 واردة بالنسبة للذهب في جلسة الأسبوع القادم. ننتقل لتحليل اليورو. اليورو يتداول عند مستويات مقاومة قوية 1.7 سنت. إمكانية تسجيل ارتفاعات واردة جدا مع اختراق نموذج الوتد الهابط بالنسبة لليورو. الارتفاعات نحو مستويات المقاومة كما ذكرت دولار 7 سنت، ثم مستويات 10.760 بالنسبة لليورو واردة في تداولات الأسبوع القادم. ننتقل لتحليل الباوند. الباوند كان قد اختبر مستويات الدعم 1.18. إمكانية تسجيل الارتفاعات بالنسبة للباوند واختبار مستويات عليا مستويات مقاومة واردة جدا مع ثبات التداولات أعلى مستويات 1.19 في جلسة الأسبوع القادم. الارتفاعات واردة نحو مستويات 1.2280 ثم 1.2450 بالنسبة لتداولات الباوند. أما بالنسبة لتحليل الين، كنا تحدثنا في جلسة الأسبوع الماضي وفي فيديو الأسبوع الماضي عن مستويات المقاومة 137.75 وإمكانية الهبوط منها. كما نلاحظ جلستين يوميات هابطات بالنسبة للين، استمرار التداول بميل هبوطي وارد نحو مستويات 134.30 ثم مستويات 132.55 مع ثبات التداول أدنى مستويات 136.50.
ننتقل لتحليل الأسترالي. الأسترالي قد يشكل بعض عمليات التصحيح، كنا قد تحدثنا سابقا عن نموذج الهيدن شولدرز أو الرأس والكتفين، وكان مستهدف الأخير لأن نموذج ال 65-90 وصل عند المستويات الدعم، وقد شكل بعض الجابانيز كاندل ستيكس اللي هي ريفرسال أو نماذج انعكاسية بالنسبة للشموع اليابانية إمكانية تشكيل ارتداد صعودي نحو مستويات 66-60 ثم 67-40 على المدى المتوسط، واردة بشرط طبعا استمرارية التداول أعلى مستويات 65-90 على المدى القصير. ننتقل لتحليل خام غرب تكساس النفط. النفط برضو كمان كنا تحدثنا عن إمكانية تسجيل ارتفاعات نحو مستويات 80-60، شفنا إعادة اختبارها أو اختبار مستويات المقاومة ثم تسجيل ثلاث جلسات يومية هابطة بالنسبة للنفط، على ما أعتقد بأن مستويات 74-40 تعتبر دعم جيد بالنسبة للنفط، أو حتى مستويات المنطقة السعرية الدعم 74-40 إلى مستويات 73-10 تعتبر مستويات قوية. ثبات التداول أعلاها ممكن تشكيل ميل صعودي نحو مستويات 80-50 مرة أخرى، وقبلها طبعا مستويات 78 دولار بالنسبة لخام غرب تكساس. طبعا ثبات التداولات أعلى مستويات المنطقة السعرية 74-40-73-10 مهم جدا لتشكيل الميل الصعودي. نختتم مع الداو جونز. الداو جونز كنا قد تحدثنا أيضا سابقا عن مستويات 33,430 على أنها مستويات مقاومة قد تشكل ارتدادات هبوطية. لاحظنا أيضا ميل هبوطي مع ثلاث جلسات يومية هابطة بالنسبة لمؤشر الداو جونز، كسر مستويات 32,640 32,480 مهم جدا بالنسبة للداو جونز. فثبات التداول أدنى مستويات المنطقة السعرية أو المقاومة السعرية 32,600 ممكن يعطينا ميل هبوطي نحو مستويات 31,700 ثم 31,000 الفيجر أو 31,000 تماما بالنسبة لمؤشر الداو جونز. أسبوع موفق للجميع وتداولات موفقة.